حبايبي للسلطة معايا طماطم زي ما انتم شايفين كده، ومعايا بصل اخضر، ومعايا ليمون، ومعايا فلفل، وهقدمه مع شيبسي الباذنجان. هعمل طبق السلطة وهفرجكم عليه وهوريه لكم. وطبعا انا مش هحط توم مع السلطة، هفرجكم في الاخر. انا كده قطعت البصل وقطعت الطماطم، فاضل ان انا هقطع الفلفل وعصر الليمون، واحط شويه فلفل اسمر وحبه كمون وحبه ملح بس على السلطه. انا بقى هنا معايا عامله في حاله الضغط ديت رز ابيض، وهوريكم الاكله بعد ما اخلص. تعالوا بقى كده معايا نشوف الرز استوى ولا لسه. بسم الله الرحمن الرحيم. استوى اهو، لحظة عشان اتأكد اذا كان الرز استوى معانا ولا لا. لا استوى. لا استوى اهو، ومفلفل معايا وكمان مش لازق زي ما انتم شايفين. يبقى كده احنا خلصنا الرز، يدوبك هنشوي السمك. خليكم معايا للمرحلة التانية. طبعا انا بعمل الرز في حلة الضغط، بحب اعمل كل حاجة في حلة الضغط. استنوا معايا كمان حلقة المقلوبة، اللحمة الضاني، كبسة. هتعجبكم جدا ان انا بعمل اكلات عربية تحفة. كده يا حبايبي حلوين، انا عملت معاكم السمك المشوي. وطبعا عشان انا بشتغل ومعايا اطفال في البيت ومحمد مش معايا النهارده، فانا طبعا ما قدرتش ان انا اصور تصوير كامل. انا هنا عملت الجوزي سمك مشوي، زي ما انتم عارفين انا حريفه في السمك جميع انواعه، بقى جمبري، كابوريا، استاكوزا، سمك. زي ما انتم شايفين هقول لكم الطريقه. انا جبت هنا هو 2.5 كيلو سمك بولتي، وغسلته كويس، وبعدين نقعته في ميه وملح، وبعدين سبته نص ساعه. تمام. بعد كده كنت مجهزه طبق كبير، بوله كبيره اللي هي البلاستيك العاديه بتاعتنا دي، وحطيت فيها رده، وحطيت فيها شويه نشا مع الرده زي معلقه، وقلبتهم مع بعض. تمام. بعدين صفيت السمك في مصفى، وبعدين دخلت سمكيه سمكيه على الرده، وبعدين حطيت في الصاج بتاع الفرن، ورحت عامله السمك فيه وشغلت عليه الشوايه. تمام. السمك ده معروف ان هو ايه، ما بيتنضفش، يعني بيبقى حلو كده زي ما انتم شايفين. شايفين المنظر عامل ازاي. اما بقى اللي على الوش دوت، ده جزر ببقدونس بحبه بصل بليمون بشويه فلفل اسمر بشويه ملح، وحاطه معاه كمان فلفل احمر وعصر قوطه. عصر قوطه، اهم حاجه الليمون كتير والكمون. اي حاجه عندك اخدمي بيها، مش لازم يعني نفس الوصفه بتاعتي. اما السنجاري ده انا كنت عاملاه المره اللي فاتت معاكم، عامله فيه توم وبصل وليمون وكمون وشويه بهارات وملح، كنت عاملاه بسيط قوي. النهارده بقى انا عملته بجزر وطماطم وفلفل احمر وتوم وملح، وحطيت عشان الزفاره فلفل اسمر. تمام. يمكن الجزر اهو مقطعه. تمام. وادي الخاتم الداني معروفه بيه يا جماعه، عشان في ناس بتقول ده مش تصوير يوميات مغربيه ومصريه. لا، تصوير يوميات مغربيه ومصريه، وتصوير ام رضوان، والاكل ده انا اللي عاملاه فعلا، بس انا مطبخي صغير شويه فما بظهرش كامل. يعني ايه عملت النهارده صينيه السنجاري ديت. عملت كان عندي سمكتين من المره اللي فاتت اللي هما المكاريل دوت. تمام. عملت 2 صينيه معاكم قدامكم، يمكن تراجعوا الحلقات هتلاقوها. وعملت النهارده اللي هي السنجاري في ورق الالومنيوم. المره اللي فاتت ما كانش في ورق الومنيوم، كانت المره اللي فاتت الطريقه السهله للسنجاري. تمام. كنت حاشيه البصل وعاملاه مفتوح دوت. بقى ناس قالوا لي لا احنا عايزين الطريقه الثانيه اللي بنشوفها في المحلات. هي دي يا جماعه، بتجيبي اي فلفل عندك، فلفل اصفر، احمر، اخضر، اي فلفل عندك، وتفرميه في المفرمه الصغيره بتاعه الثوم. تمام.
عايزه تعملي في الكبه اعملي، المتاحه عندك اعملي. انا بصراحه ساعات بجيب المخرطه وبخرطه على ايديا، واوقات بجيب بتاعه التوم وبعمل بيها، تمام، اللي هي المفرمه الصغيره بتاعه التوم، اللي هي المفرمه دي انا لسه كنت عامله بيها حتى ما غسلتهاش، تمام. بعد كده فرمت الفلفل وفرمت التوم وعملت فرم الطماطمايه صغيره وعملت الليمون، تمام، وخليته مشطشط زي ما انتم شايفين كده البذور ديت عشان بتدي الشطشطه بتاعت السمك، تمام. كترت الليمون والكمون والملح والفلفل الاسمر وعملتهم تخديع، وبعد كده رشيت بقى من على الوش، وبعدين خدت على الشوايه عندي في الفرن. ما احتجتش ان انا اروح بره وادفع مبلغ واروح اتظلم في الشوايه واستنى واخد دور والكلام الفاضي اللي بيحصل ده، لا، كل الحاجه دي معموله النهارده في بيت ام رضوان اهو. وعملت كمان رز ابيض زي ما انتم شايفين مفلفل خالص اهو، باين معاكم في الصوره. الناس بيقولوا لي انت بتقربي الكاميرا، انا بقرب الكاميرا اهو، اهو ببين الحاجه على الطبيعه خالص اهو. وادي السمك البلطي بتاعنا بلدي جايباه من صياده، وانا سبق وصورتها معاكم في حلقه. وادي السلطه بتاعتي، انا ما عنديش خيار فجبت اللي عندي بصل اخضر، انا ما بحبش البصل العادي في السلطه، فجبت بصل اخضر وطماطم وفلفل وليمون وحبه ملح وشويه كمون وقلبتهم وعملت السلطه بتاعتي. وهي دي كانت الاكله بتاعتنا النهارده المنشركه في قناه يوميات مغربيه ومصريه. انا اتمنى تكون الاكله بتاعتي عجبتكم والوصفات بتاعتنا بتعجبكم، واتمنى انت بقى معانا الفنجان اللي انا قلت عليه شيبسي اهو، شيبسي يبقى بيقرمش زي الشيبسي كده، يبقى مقلي كده. وعملنا ايه مع السمك ورز، هعمل معاكم دلوقتي واوريكم اهو. بصوا يبقى كده اهو، كده بقى انا خلاص هنمشي كده زي ما اوريكم كده، بيبقى عامل زي الشيبسي بالظبط، مقرمش اهو ومشوي كاني بتاكل شيبسي بالظبط. طبعا بحط مناديل لبوك الزيت بتاعه، وبعدين بغير المناديل تاني. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.